أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: اجتماع الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السقيفة ومشاورتهم لتولي أبي بكر رضي الله عنه، هل هذا يدل على أنهم لم يعلموا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها؟ نعم، لم يعلموا بذلك، ولهذا الرسول لم يخبره، أعرض عنه ولم يذكره. وولاية أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالإجماع، إجماع الصحابة، وبالنص الخفي، النص الخفي مثل هذا ومثل غيره، مثل تقديمه في الصلاة لما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه إشارات إلى توليه من بعد. نعم.